وحشتوني قوي قوي قوي. اغلى حاجه في حياتنا I love you so so much حبايبي بجد وحشتوني وبحبكي اغلى حاجه في حياتنا. والنهارده قررت اعمل في احمد مقلب جامد جدا. بس اهم حاجه اعمل لنا سبسكرايب في القناه وتفعل لنا الجرس وكومنت كتير ولايكات اكتر عشان احنا بنحبكم كلكم اغلى حاجه في حياتنا. I love you so much حبايبي بجد وحشتوني وشكرا على دعمكم الفتره اللي فاتت واستمروا التدعيم. تدعيمنا ده احمد جامد جدا. عايزين نوصل للمليون في وقت قليل جدا عشان نعمل حفله المليون ان شاء الله لما كورونا تخلص ونتجمع كلنا مع بعض ونصور ونضحك كتير قوي. بس يلا هقول لكم فكره المقلب. انا قررت النهارده هتبلع على احمد وناويه اجز نبضه. ازاي بقى؟ انا بصراحه قلت النهارده اقعد افكر اشوفه بيخوني ولا لا، فقلت اعمل فيه مقلب واشوفه بجد بيخوني ولا بيستعبط ولا بصافي النيه ليا ولا ايه، عشان قررت مش هرحمه تاني. بس اهم حاجه زي ما قلت لكم بقى دعمونا بسبسكرايب وتفعيل الجرس. واحمد دلوقتي عند اخوه تحت وهنستناه يطلع ونبداوا مع المقلب ونشوف رد فعله هيبقى عامل ازاي. بحبكم يا اغلى حاجه في حياتي. بحبكم يا عيالي يا امارات. ايه بصوا لوزا انت انا بقابل فاروق اللي انت لابسه ده الكنبه اللي انت عليها ولا الكرسي ده ابيض؟ احمد انت كنت فين كده؟ رايحه فين؟ ولا بتعملي ايه لابسه ايه؟ مالكش دعوه احمد، مالكش دعوه. عشان انا بصراحه انا جبت اخري. جبت اخري ليه بقى؟ عشان 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 انت بتخوني. انا ايوه بتستعبط وتقول لي انا اشتري حاجات وبتخوني. انا ايوه انت. انا ايوه ده انا بقالي 3 شهور ما نزلتش من البيت. لا بتخوني. وصاحبتي قالت لي انا شفتك ماشي مع واحده تحت في الشارع. قالت لي كنت رايحه اسلم عليه لقيت واحده معاه ماشيه في الشارع فما تعالى انا بكلمك. ما تقولي كلامها بس. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ صاحبتي اللي شافتك. صاحبتي مش هتكذب عليا. صاحبتك مين دي؟ صاحبتك مين دي؟ بلاش ده مش هتعرفها وتروح تشتمها وتقول لها انت قلتي. ليه هشتمها ليه؟ انت شايفاني مهزه ولا ايه؟ ادب انا ولا ايه؟ ماليش دعوه. هي دلوقتي قالت لي اللي انت مشيت مع واحده وكده اهو. يا ده انا بقى متجوزه عارفي ولا ايه ان شاء الله؟ متجوز مين عارفي يا ولا متسلي بيها؟ لا يبقى متجوزه شرعي صح؟ انا؟ اه. ما انت بتشوفيني. ويا ده انا بقى مامتك وباباك عارفين ولا لا؟ طب مش انت بتشوفيني وانا مثلا في اي حته كل البنات تيجي تسلم معايا عادي يعني فيها ايه؟ لا قلت لك كان ماشي معاها. طب اي بنت ممكن تيجي تمشي معايا تقول لي ما بتقولي ليه تمشي معاك ان شاء الله؟ يعني انت كنت معترف ان انت بتخوني. ما فيش ثقه ما بيننا بقى ولا ايه كده فاهمني؟ ايه؟ يا بنتي في شركة مش انا بجد رحت الكليه. انا رحت الكليه عادي قاعد في الكافيه بنتي كانت قاعده معايا قالت انا بحبك قوي بحب في جدك قوي ومعاها لا بتقول دي كنت ماشي معاها تمشي معاها. لا زميلتي في الكليه وواحده ثانيه من معايا في الكليه صورتك وانا قاعد معاها وبعتها لي فيها ايه يعني؟ قلت لك لا في فرق ما بين واحده ماشي معاها في الشارع من غير اي لا أكلة. انا قلت لك الموضوع عدى وكانت زميلتي في الكليه معجبه بفيديوهاتنا وقعدت معانا والموضوع خلص ملهاش داعي يعني انت تعملي ده. لا انا متضايقه. انا كل ما امشي في الشارع بنات بتيجي تسلم عليا وتقول لي انا ماشي ليه ماشيه معاك ليه ووصلتها لحد بيتها؟ وين الخيره ده؟ انا ما بحبش الخيره ده. وصلتها لحد بيتها ليه فهمت؟ انا وصلت مين لحد بيتها؟ انت وصلت البنت زي ما اقسم بالله ما افتكر ده لسه النهارده. ده انا بقالي 3 شهور ما نزلت من البيت. انت هتهزر ولا ايه؟ انت ممكن تقابلها ان شاء الله على السن. ليه يعني؟ ليه يعني؟ انا مراهق ولا ايه؟ انا مراهق يا بنت ولا ايه؟ اه مراهق. والله العظيم انا مراهق. في ايه يا مالك يا مالك؟ بص ما تتكلمش معايا اكتر من كده عشان انا جبت اخري ومش هقبل اعيش كده تاني. مش الله عنك بقى يا بنت، انت هتبلع عليا. تخيل. بس انت ما تحكمش دم يا ست في ايه؟ انزل بقى كده روح امشي معاه زي ما كنت ماشي معاه. ست انا مش هقبل بالوضع ده تاني. ست انا ما مشيتش مع حد، انا ما مشيتش مع حد. لا مشيت. انا بجد زعلانه. صاحبتك مين دي بقى؟ والله العظيم ده عارف. لا مش عارف. والله يا ابا. عشان تروح تبهدلها؟ لا. لا. مش هقول لك. صاحبتك مين يا بابا؟ مش هقول لك. بطل خيانه بقى. وبالليل برضو عامل نفسي نايمه اشوفك قاعد تلعب على التليفون اللي بتكلم مين؟ انا بكلم مين؟ ايوه. انا كده تقعد تكتب براحه وتكتب صوت التليفون. ليه يعني انا هخاف منك ولا ايه؟ اه. ليه يعني؟ هتعلقيني حبل المشكله؟ عشان انت خايف اسيبك وامشي وما ارجعلكش. هتموتيني انت ولا حاجه؟ اكتر من كده هتبقى. ليه يعني؟ اهو كده. انت اصلا ياسمين صبري انت؟ احسن. انا ندى احمد. ندى احمد؟ اه. ما هو ده الخيانه اللي جايبانا ورا. اي. لا يا فيروز ده. اقعد انزل البلد.
تسمعي من اي واحده صاحبتك، افرضي صاحبتك دي مثلا عايزه توقع، شايفه مثلا اللي انت عايز تعيش احسن منها. صاحبتك ديت شايفه اللي انت غير في ايه؟ صوريتك على الواتساب وبعتها لي وانا ما شفتش الصوره. ما انا ناس ياما بتصورني وبتبعتها لي وتقول لي شوف اهو قاعد في الكليه مع بنت وبيخوني. ما زميلتي في الكليه وشافتني فرحت ان انا موجود معاها في الكليه وانبسطت. انا مالي دلوقتي؟ وعازمها على قهوه وشاي كمان، فيها ايه يعني؟ قهوه وشاي؟ اه زميلتي. يعني لو حد جاي قال لي انا بحب فيديوهاتكم، قال لي عايز شربت قهوه، انا عشان قهوه؟ بس دي موضوع مختلف يا زميلتي. لا شفت بقى، عشان انت بتخوني وانا مش بخونك. والله انت عرفتيني، بس هو الموضوع مختلف، الموضوع مختلف صدقيني. اه مختلف على دماغك بقى. بص انا مش هقبل منك ده كتير، مش هقبل. مش هتعملي ايه بقى؟ مش هقبل منك ده كتير. وين الحته؟ انا مش هتعرف ايه؟ انا مش هتعرف انا؟ ما تزعليش غلطانه بتزعق؟ اه العيال دليل على ضعف موقفها. مالي الحته؟ صوتك العيال دليل على ضعف موقفها، شوف رد عليها بقى. رد على حبيبتك، حبيبتي القلب. انت اقسم بالله مكالمه من السعوديه اهو. اهو بتوع الاعلان اهو. اعمل لك ايه انت عارف عليا واحده سعوديه كمان؟ يا بنت بتوع الاعلان. الاعلان اللي كلموك يا غرابي على الخيانه، ويقعد يكلمني بقى على الواتساب ويقول لي اعلان. انت فاكر ان انا مش عارفه كل ده وساكته عشان احافظ على بيتي؟ حافظ على بيتك؟ اه. هو يا بنت حد قال لنا غدا ولا عملنا شاي ولا قهوه ولا اتنين بايس؟ انا مش هشتغل خدامه تاني. خدامه ايه يا هبل انت؟ ايوه هاتلي واحده تيجي، هاتلي البنت اللي كنت مش معاها تيجي تخدمني. ها؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طب انا لو كنت زي الاول بمسك بال 12 ساعه في الشغل كنت عملت بيها ايه؟ ما انت كنت بتخوني، كنت متجوز واحده ثانيه وكنا قابلين. طب استنى بقى، انا عايز اكلم الشركه، ممكن تهدي شويه ممكن بقى. لا لو سمحت تركز معايا دلوقتي. انا عايز افهم الموضوع ده هيتنقل دلوقتي على ايه؟ عشان انا قبل ما امشي اروح لابويا. تروح لمين؟ لابويا. ايه ابوك ده؟ اروح لابويا اقول له، اقول له احمد بيخوني. هتحب الهبله ديت؟ اه. طب قول لي كده تقول له ايه؟ هقول له اصل صاحبتي صورته وقالت ان هو ماشي مع واحده في الشارع. طب هات الصور. لا انا مسحتها. مسحتها ليه يا زباله؟ عشان انا ما بحبش احط الصور. لا يا غدا، لا لا مش كده يا غدا، في ايه؟ مش كده يا غدا. دي ساعه كده. الحاجة دي عشان تطلع مني في مقلبها بجد نبض يا جماعه، كنت بجد نبض جوزي يا جماعه وطالع ما بيخنيش، ده لو بيخني كنت ذبحته طبعا، عشان انتوا عارفين ان الست تبقى مفتريه في البيت وبيطلع عين جوزها. اقسم بالله يا جماعه، اقسم بالله بتتبلى عليا. بصوا يا جماعه، مش بتبلى يا خاين يا غشاش. بصوا يا جماعه، انا قبل كده كنت في الكليه يا جماعه، قاعد في حال الله في الكافيه، ما بين كان في محاضره، قلت اقعد اشرب كوبايه قهوه في الكافيه بتاع الكليه. فواحده جت شافتني قالت لي انا معجبه بيكم في فيديوهاتكم، فجت تقعد معايا، فطلبت لها قهوه وقعدت معايا عادي. راحت في واحده ثانيه في الكليه يا جماعه شافتني قاعد مع واحده، راحت صورتها. جماعه استنى يا جماعه، وقال لي قاعد معاها، انا اول مره اعرف موضوع القهوه. يا ستي لا، ما انا مش بعرفش اقول لك. عايز اقول لك يا اللي شربتي معاه القهوه عمره ما شربني قهوه في كتفي. لا والله يا سيدي، راحت واحده ثانيه مصوره وبعتها لندى، قالت لها بصي اهو جوزك اهو بيخونك قاعد في الكافيه بتاع الكليه وبيشرب مع واحد قهوه. قلت لها بنت الشركه هتكلمني يا جماعه، استنى هتضيعوا مننا الفلوس ليه يا جماعه؟ يا جماعه انا شفت الصوره بس ما شفتش القهوه. انا دلوقتي مش مشكلتي اللي هو قعد مع واحده وشرب قهوه، انا مشكلتي في القهوه. بص يا جماعة اقسم بالله، اي حد بيقول لك اي حاجة، حتى يا جماعة لو بعت لك صورة اي واحدة يا جماعة تتفرج علينا او اي حد عشان ما تبوظيش بيتك، حرام والله العظيم حرام يا جماعة. اسأل جوزك الاول او اسأل مراتك الاول. هما خايفين ومش هيريحوا. لا يا جماعة والله العظيم، والله العظيم ابدا يا جماعة، الحاجات دي فيها خراب بيوت وكده. اوعى تسمع كلام اي حد، يعني ممكن واحدة صاحبتها بعتت لها الصورة بتاعتي انا وهي مثلا زي ما هي بتقول، ممكن يا جماعة تكون غيرانة منها عشان عايشة عيشة احسن منها. فبلاش تخلي حد يوقعك، يعني ممكن تكون واحد صاحبتها بتغير منها. مش شرط عايشه عيشه احسن من نفس، ممكن تبقى مرتاحه في حياتها. اه ممكن تكون ان هي شايفاها مثلا، شايفه انها مرتاحه في حياتها مثلا ومخلفه بنتين وقاعده ومبسوطه. فيا جماعه بلاش تخلوا حد يدخل ما بينك انت وجوزك او ما بينك انت ومراتك. ممكن انت تبقى، ممكن تبقى انت راضيه بحياتك والدنيا حلوه معاكي، وتيجي بمجرد كلمه تبداي بقى ايه، هتحسسك ان انت انا ازاي عايشه العيشه دي. ممكن تبقى اه يا جماعه بلاش يا جماعه. بصوا يا جماعه، قبل ما اي حد يقول لك اي حاجه حط الكلام في دماغك كده، واستنى شويه قبل ما تعمل اي رد فعل. اوزنه، اوزن الكلام الاول، شوفه صح ولا لا. شوف مثلا احمد مثلا زي مثلا لو انت كمراتك مثلا او انت كجوزك،
لا هو انا جوزي ممكن يعمل كده، طب انا شاكه فيه مثلا 20%، طب انا ممكن اساله كذا اتجاه، طب ممكن ما اسالهوش وافتش في تليفونه، بس بلاش تفتش في تليفونه، بلاش عشان بقى ما تفتش تليفونه ويهيكي ما تفتش تليفونه. بلاش يا جماعه اي واحده ست تفتش جماعه. انا فاكره اليوم ده صحيته 3 الفجر من النوم. اه يا جماعه يلا ما تفتحيش في الماضي، الكلام ده زمان ومش هيحصل. الماضي ده كان كل بكرة. ويلا بقى سبسكرايب وفعلنا الجرس وكومنتات كتير واللايكات عشان بحبكم لكم. يلا حاجه حياتنا ويلا نشوف بقى. مع السلامه، باي باي. لا سيبيني انا قاعد معاهم شويه. مع السلامه. الشركه بطلت تتصل. استنى بصوا يا جماعه، عايزكم تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس، تعملوا لايكات وكومنتات، احنا بنحبكم كلكم. يا اغلى حاجه في حياتنا، واستنوا مننا كل يوم فيديو الساعه 9 يا الساعه 10 بالليل بتوقيت القاهره. باي باي. يا اغلى حاجه في حياتنا ندى واحمد بيصبحوا وبيمسوا عليكم. خلاص يا حبيبي. باي باي. يا اغلى حاجه في حياتنا.